بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث السنة إن شاء الله النهاردة ريفيجن يونت 8 أو مراجعة يونت 8 من بوكلت الزيتونة أو من كتاب الجاينتس للمراجعة النهائية، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لأهم فوكاب يونت 8 لابد نكون مراجعين الفوكاب كويس جدا وعارفين معاني الكلمات عشان على أساسه هنختار الإجابة الصح. intern يعني متدرب أو يعتقل أو اعتقال. intern internship فترة تدريب. internship colossal colossal يعني هائل أو ضخم. colossal measure measure يعني إجراء أو مقياس أو يقيس. measure candidate يعني مرشح. candidate disaster يعني كارثة. disaster work experience work experience يعني خبرة عمل. be charged with يعني مشحون. be in charge of يعني مسؤول. ناخد بالنا من الإكسبريشن charged of in charge of مسؤول، charged with مشحون أو متهم. department يعني قسم. department apply يعني يتقدم لوظيفة أو يطبق. applicant يعني متقدم لوظيفة. application يعني طلب أو تطبيق. application qualify يعني يؤهل. profile يعني ملف أو لمحة عن حياة شخص. profile motivate يعني يحفز. motivate full time يعني دوام الكامل. full time part time يعني دوام جزئي. excellence يعني تفوق أو امتياز. resources يعني موارد. resources long term يعني بعيد المدى. long term pandemic يعني جائحة. pandemic award يعني يمنح أو منحة. digital marketing يعني تسوق إلكتروني. digital marketing participate يعني يساهم أو يشارك. lane يعني حارة أو طريق ضيق. lane editorial editorial يعني افتتاحية. graduate يعني خريج أو يتخرج. graduate advanced يعني متقدم. advanced factors يعني عوامل. factors brief يعني يمهد أو يرصف. understanding يعني فهم أو تفهم. understanding self management يعني إدارة الذات. lack يعني نقص أو ينقص. base يعني قاعدة أو يركز أو يعتمد. train يعني يتدرب أو يدرب. create ينشئ أو يبتكر. act فعل أو يتصرف أو يمثل. achievable يعني يمكن تحقيقه. impressive يعني مبهر. grade يعني درجة أو يعطي درجة. grade hobbies يعني هوايات. hobbies عندنا qualified يعني مؤهل. qualified qualifications اللي هي المؤهلات. qualifications start up وناخد بالنا start up يعني مبدئي أو بداية. follow up يعني متابعة. colleague يعني زميل. colleague concise يعني مختصر. concise يعني مختصر أو موجز. human resources وبنطلق على HR يعني موارد بشرية. human resources graduate يعني خريج أو يتخرج. appropriate يعني ملائم. appropriately يعني بشكل ملائم. this is an adverb يعني ظرف. residential يعني second. residential individual يعني فردي. individual multinational يعني متعدد الجنسيات. personal statement يعني بيان شخصي. personal statement curriculum that يعني سيرة ذاتية. grade يعني درجة. impressive مبهر. grade يعني درجة أو يعطي درجة. درجة أو يعطي درجة grade. hobbies يعني هوايات. charity work يعني عمل خيري. interests يعني اهتمامات. assistant يعني مساعد. hard working يعني مجتهد. education يعني تعليم. nursing اللي هو تمريض. contact information معلومات تواصل. contact information بالنسبة عندنا لحروف الجر والإكسبريشنز. in stay in contact with أو stay contact with أو keep contact with كلهم على اتصال بي. ممكن أقول in contact with أو keep أو stay contact with. in charge of بتساوي responsible for مسؤول عن. take part in يشارك بتساوي participate in يعني يشارك. graduate from يتخرج من طبعا هنا كverb يتخرج. digital marketing يعني التسوق الإلكتروني. digital marketing تسوق إلكتروني. carry out
carry out يعني ينفذ. work on a project work on a project يعني يعمل في مشروع. work on a project. take up وناخد بالنا من حرف الجر. take up يعني يمارس أو يشغل أو يملأ. take up. long term goal long term goal يعني هدف طويل المدى. long term goal. take on challenges take on challenges يعني يقبل التحدي. take on challenges يعني يقبل التحدي. highlight qualifications highlight qualifications يعني يبرز المؤهلات. a start up idea a start up idea يعني فكرة افتتاحية. proper measures معايير مناسبة. proper measures. design websites design websites يعني يصمم مواقع إلكترونية. design websites. بالنسبة عندنا لي calculations. make videos يعني يعمل فيديوهات. make videos. make a fortune يعني يكون ثروة. make a fortune. عندنا make a list يعني يعد قائمة. make a list. make a plan يعني يخطط. award a prize يعني يمنح جائزة. award a prize. do an internship do أو get an internship يعني يقوم بتدريب. do or get an internship. do أجب يعني يقوم بوظيفة. do right يعني يفعل الصواب. اسمه do right يعني يفعل الصواب. play the violin يعني يعزف على آلة الكمان. play هنا يعزف. gain experience يعني يكتسب خبرة. gain experience. بالنسبة عندنا للثاني نمز الانتينمز. colossal يعني ضخمة أو هائل بتسواه huge أو enormous أو vast يعني شاسع. عكسها tiny يعني ضئيل. little قليل. small minute. appropriate يعني ملائم. proper relevant convenient. عكسها improper unsuitable relevant. disaster كارثة. catastrophe كارثة. emergency يعني يعني طوارئ. عكس achievement يعني إنجاز. blessing يعني نعمة. charged متهم. accused or guilty مذنب. عكس innocent بريء أو guiltless يعني إيه يعني بريء. advanced يعني متقدم بتسوى developed أو improved. عكس primitive يعني بدائي. out of date يعني عفى عليه الزمن. skilled يعني ماهر بتسوي experienced ماهر. proficient يعني كفء. عكسها unable غير قادر. clumsy أو unskilled. excellence تفوق أو امتياز بتسويها perfection perfection يعني تفوق. quality supremacy عكس طبعا عكسها an importance أو failure fashion. achievable يمكن تحقيقه. obtainable أو يمكن الوصول إليه. practical عملي. incredible غير معقول. unlikely غير معقول. بالنسبة عندنا notice في عندنا do wrong يعني يخطئ. go wrong يعني يتعطل أو يفسد. في عندنا be in charge of يعني مسؤول عن. in charge of عندنا be charged with يعني متهم به. be charged with interviewee اللي هو ضيف يجرى معه الحوار. اما interviewer اللي هو المحاور. employee موظف. employer صاحب العمل. take off اقلاع الطائرة. landing هبوط الطائرة. a graduate of خريج وطبعا graduate هنا ناون لكن graduate from الجامعة وطبعا يتخرج من. part يعني جزء. a part وفي طبعا في مسافة في هنا مسافة ما بين الـ A والـ B. كلمة part الوحيدة معناها جزء لكن a part يعني ايه يعني بمعزل او بعيدا عن. a part from يعني بعيدا عن. volunteer متطوع. voluntary العمل التطوعي. succeed in ينجح. manage to ينجح أو يتمكن من أو يجتاز. position موقع. location موقع. experience خبرة. experiment تجربة. argument يعني جدال. argument طبعا هنا permanent دائم. temporary يعني مؤقت. عندنا candidate مرشح. applicant طبعا مرشح لوظيفة انتخابات جائزة منصب. candidate لكن applicant مرشح لوظيفة أو جنسية أو تأشيرة أو card بنسميه applicant. another بيجوراه اسمه مفرد أو one other بيجوراه اسم جمع ولو قلت the other لا تتبع باسم.
employee يوظف كفير، employee اللي هو الموظف، employer صاحب العمل، employer يعني قابل للتوظيف، employed يعني لديه ايه وظيفة. عندنا charge يشحن، charge مسؤولية in charge of، and مسؤولية has charge of the children، be in charge of مسؤول، be in charge of مسؤول عن، be charged with يعني متهم به أو مشحون به. بالنسبة عندنا لي questions there has been يعني يوجد a closal list يعني نفاية أو قمامة هائلة of public money للمال العام. the synonym of closal مرادف closal، قلنا closal يعني هائل، بيساويها في المعنى ايه huge يعني هائل أو ضخم. Number two, most Egyptian doctors have to serve their medical space at remote hospitals. طبعا most Egyptian doctors معظم الأطباء المصريين have to serve يخدموا their medical، طبعا هنا internship اللي هو فترة التمرين أو التدريب، at remote في المستشفيات البعيدة. There were two space for the job but neither of them was very good. في اتنين مرشحين للوظيفة ولكن ما فيش حد منهم قبل. طبعا هنا ايه candidates يعني مرشحين. She refused to be treated by a space and demanded to see a qualified doctor. طبعا هنا she refused يعني رفضت ان هي to be treated تتعامل من قبل ايه متدرب، طبعا اللي هو intern، intern اللي هو المتدرب. And demand وطلبت to see qualified يعني طلب الطبيب، طبعا qualified مؤهل. Well Will the table fit in here؟ هل المنظرة بتبقى مناسبة هنا؟ I don't know. لا أعرف. Let's space it. طبعا let's ايه؟ Let's measure يعني هي نقصها. Measure يعني يقيس. Many space simply don't meet hiring requirements. Many ايه؟ Simply ببساطة don't meet hiring. طبعا requirements يعني المتطلبات المطلوبة أو طبعا ال hiring اللي هو hire معناه يستأجر، فالمطلوب يعني المطلوبة هنا، فطبعا many applicants اللي هم المتقدمين يعني لا يستوفوا الايه المتطلبات المشروطة. I don't feel space to comment. I know nothing about the subject. طبعا I don't feel ايه انا لا اشعر به to comment ان انا اعلق. I know nothing انا لا اعرف شيء about the subject عن الموضوع، يبقى I don't feel qualified يعني لست مؤهل. Whatever you are writing مهما يكن ما تكتبه. Writing make sure تأكد you are clear space and accurate. تأكد ان انت you are clear concise يعني مختصر بوضوح كده، concise يعني يختصر. The plan for the space was placed firmly on the company. The blame اللوم of the للكارثة، طبعا اللوم على الكارثة ده وضع على الشركة. She gave up work to devote herself space to her family. طبعا هنا she gave up work يعني أقلعت عن العمل to devote تكرس حياتها أو وقتها كل المين لأسرتها. طبعا هنا long term طويل المدى، long term طويل المدى ولا full time وقتها بالكم؟ طبعا هنا full time، ممكن أقول long time long term، بس هو هي مش هي هتكرس عم وقتها كله للأسرة بالكامل، فطبعا هنا full time. The amazing discovery يعني الاكتشاف الهائل speed the way، طبعا هنا babes يمهد الطريق، اسمها babes the way يمهد الطريق for the development للتطوير. The plane is designed to space employees to work more efficiency. طبعا هنا the plane يعني الخطة، designed يعني صممت to space employees to motivate يعني تؤهل تحفز الموظفين. The truck driver kept changing space on the highway. طبعا هنا the truck driver سائق الشاحنة kept changing lanes اللي هي الوقفات أو الحارة، طبعا هنا lanes. The job space suits his experience exactly. طبعا الوظيف the job space بيناسب his experience خبرته بالضبط. طبعا هنا profile يعني الملف الشخصي. Contact
contact our sales space for more information. Contact our sales apartment. ولا عندنا هنا department قسم، طبعا قسم المبيعات اسمه sales department. Please list your space in your CV. لو سمحت list ضعي في القائمة في CV، طبعا list your qualifications يعني مؤهلاتك، ضعها في أو أعمل لها قائمة كده في CV أو الكريكولم فيتا اللي هي السيرة الذاتية. After she speaks as a doctor, she set up in practice in a public hospital. طبعا after she بعد ما هي إيه as a doctor she set up بدأت practice تتدرب in a public hospital في مستشفى عامة. طبعا after she qualified يعني تأهلت. Another poor harvest would be disaster. The synonym of disaster يعني مرادف كلمة disaster. Disaster يعني كارثة، المرادف لكلمة كارثة طبعا هنا كاتاستروف يعني كارثة. He left his assistant in charge when he went away. طبعا هنا he left his assistant in charge of يعني مسؤول عن، اسمها in charge of مسؤول عن ايه، عن غيابه. She is responsible for making the best use of human resources. هي مسؤولة عن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية اللي هي resources. The restaurant stands at the restaurant اللي هو المطعم standards يعني مستويات المطعم of space have won it several awards يعني فانسيس. طبعا هنا المطعم هنا بيقول excellence يعني تميزه أو تفوقه. A space is an early 20th century Latin word which means a curse of life يعني دورة مدى أو دورة تدريبية في الحياة بنسميها إيه؟ curriculum vitae يعني السيرة الذاتية. يبقى a curriculum vitae is an early 20th century Latin word which means course of life يعني قرص حياتي كده اللي هو ايه curriculum vitae يعني السيرة الذاتية. طبعا كلمة لاتينية مقصود بها دورة تدريبية في الحياة يعني دورتك في الحياة. Just 5 minutes exercise a day could space at other end. طبعا هنا reduce هتزيد ولا هتسري. طبعا هنا make an excellence. طبعا هنا make. The new two houses have been built quite far apart يعني المنزلين اتبنوا بعيدا عن، يبقى far apart يعني بعيدا او بمعزل. Successful space will be invited for job interview next week. طبعا successful او الموظفين الناجحين، طبعا هنا employees اللي هم الموظفين. Successful employees ولا managers المدير ولا employees ولا اللي هو أصحاب العمل ولا candidates. طبعا successful candidates يعني المرشحين الناجحين. طبعا هنا هيدعو ل foreign job interview لمقابلة وظيفة، يبقى candidates يعني مرشح لعمل. The singer earns a space amount of money. He is very rich. طبعا هنا colossal يعني هائل، بيتقاضى مال كثير. He showed a keen space in music from his childhood. طبعا هنا he showed a keen interest. Interest يعني اهتمام. Poor planning was a major space in the company's failure. Poor planning يعني التخطيط السيء. Was a major factor in the company's في يعني عامل رئيسي في طبعا فشل الشركة. He space in getting a place at the art school. طبعا he is interested in. He is interested in يعني مهتم به. He is interested in يعني مهتم به يحصل على مكانة في مدرسة الفنون. ولا he is succeeded in. طبعا he succeeded لأن interested نقول he is interested لكن أنا ما عنديش فعل آخر، فطبعا نقول إيه he succeeded in يعني تمكن من، لأن succeed بيجمع الفرب في ing. لكن managed to المصدر. The scientist and his space presented some of the results at the meeting. The scientist يعني العالم and his colleagues يعني زملائه، طبعا زملائه في العمل colleagues or colleagues.
We teach students how to speak effectively in our society. طبعاً we teach بنعلم الطلبة أو بندرس للطلبة how to participate يعني كيف يشاركوا بفاعلية في المجتمع. Participate يعني يشارك. Are space paying less or workers than they should؟ طبعا هنا من اللي بيدفع الـ employers اللي هم أصحاب العمل أو الشركات، يبقى are employers paying less. He has attained the highest space in his Arabic exam. طبعا the highest grade يعني أعلى درجة في الامتحان، يبقى he has attained حصل على أعلى درجة اللي هي grade، لكن الدرجة العلمية نفسها بنسمها ايه degree، لكن أعلى درجة في الامتحان بنسمها grade. Before you set your targets make sure that they are، قبل ما تضع أهدافك make sure تأكد that they are، تفكر إنهم يكونوا achievable يعني قابلين للتحقيق. All these services are available to the public free of، طبعا free of charge يعني هنا خالية free of charge أو بالمجاني، اسمها free of charge. The space statement is absolutely essential to the success of your job applicant. طبعا هنا the personal statement، personal اللي هو عبارة العاملين، personal شخصي ولا personal يعني هيئة العاملين، طبعا هنا personal يعني شخصي العبارة الشخصية. Working space would allow me to spend more time with my family. طبعا هنا working part العمل كجزئي بيساعدني على ان اظل مع عائلتي، يبقى part time يعني جزء او جزء ليس دوام العمل. Make sure the space of the vase rests evenly on the tables otherwise it will fall، والا طبعا make sure تأكد the base of the vase، base يعني قاعدة، قاعدة الفازه rests بتستند على المنضدة والا ستسقط، طبعا base يعني قاعدة. Passing a written exam is a prerequisite for moving to the space course. طبعا هنا passing a written exam يعني اجتياز الامتحان المكتوب او الكتابي is a prerequisite for moving to the advanced course. طبعا ده هيأهلك للمستوى المتقدم اللي هو الadvanced. A space company has branches or owns companies in many of different، طبعا هنا multi national يعني متعددة الجنسيات، في لها أفرع في كل دولة. Her space was nearly typed and looked very professional. طبعا يبدو ان هي professional يعني محترفة، يبقى هنا her طبعا application اللي هو طلب التقدم was nearly typed مكتوب and looked very professional، ويبدو ان هو professional يعني محترف او مؤهل. It's too early to assess the space consequences of the COVID-19 pandemic. طبعا it's too early يعني مبكر جدا ان انت it's too early to assess the long term consequences، يعني بدري جدا ان انت تقيم long term يعني النتائج البعيدة المدى لCOVID-19، يبقى long term يعني بعيدة المدى. The suspects were released for a space of evidence. طبعا هنا the suspects اللي هم المتهمين were released أطلق سراحهم for a space of evidence لعدم وجود دليل، اسمها leak of evidence يعني لقلة أو لعدم وجود دليل. The community الشركة the community health service provides home space for the elderly. The community health service يعني خدمة الصحة أو المجتمع الصحي provide home nursing يعني التمريض للكبار، طبعا هنا رعاية أو تمريض الكبار اسمها home nursing. Is there a phone number where I can speak you؟ طبعا where I can communicate you ولا I can contact you؟ طبعا contact يعني اتصل بي، contact لكن لو قلنا communicate أو I can communicate with you، لو قلنا communicate يبقى عايزة حرف الجر with، لكن contact كفعل مش محتاجة حرف جر، ولكن contact بيجي معها حرف جر لو هي اسم.
They abandoned their plans. يعني هاجروا خططهم. To space a business altogether. To space a business. يعني يقيموا business أو ينشوا أو يبدأوا business altogether. يبدأوا business man. To طبعا هنا to a طبعا to start up. يعني يبدأ. Cancer is a long term illness. And regular space appointments are necessary. طبعا هنا follow up اللي هي المتابعة المستمرة. The magazine ranked YouTube as one of the most popular space brands. طبعا هنا اليوتيوب ده ايه ك popular digital. Digital يعني رقمي. طبعا هنا رقمي. Will wearing a mask protect me from space flu. طبعا هنا will يعني هل ارتداء الماسك هيحمينا from space flu. طبعا هنا pandemic flu اللي هي او البرد يعني بنسميه pandemic. There are a few طبعا هنا there are a few exceptionally brilliant and space individuals. طبعا هنا there are a few. There are a few exceptionally brilliant and space individuals. يعني أفراد ممتازين ومجدين في العمل اسمه hard working individuals. يعني أشخاص مجد في العمل. We need very space technology to be capable of conquering other planets. طبعا هنا we need very advanced يعني تكنولوجيا متقدمة advanced. To improve my pronunciation I will apply. طبعا عشان أحسن النطق بتاعي I will apply for يتقدم لي. He was very aware of his difference from the space children from the other children. The other يعني الآخرين. طبعا جاء وراء اسم the other وجاء وراء اسم جمع. Took painting space for a while but soon lost interest. طبعا هنا took up يعني انشغل كده بالرسم انشغل بشيء اسمه took up. He built the firm after his father's death. طبعا هو كان اصبح مسؤول عن المزرعة بعد وفاة والده. He was in charge of يعني مسؤول ب A و P. علي is in charge of a group. علي مسؤول عن المجموعة. In charge of can be replaced by طبعا مسؤول عننا responsible for بتساوي responsible for يعني مسؤول عن. He gave up a permanent job to freelance. يعني هو أقلع عن عمل دائم للعمل الحر أو المستقل. The antonym of permanent عكس permanent طبعا دائم عكسها إيه temporary يعني مؤقت. These health space are aimed at reducing the probability of the various spreading. طبعا these health أو الإجراءات الصحية بنسمها measures يعني إجراءات صحية لمنع الجائحة وانتشار الجائحة. Blood pressure يعني ضغط الدم. Heart rate معدل ضغط الدم في القلب. should be spaced before treatment قبل العلاج. طبعا هنا should be measured يعني يجب ان احنا نقيسه قبل ما ناخد العلاج. This is clearly spaced and unacceptable behavior. طبعا هنا this is clearly inappropriate يعني غير ملائم وغير مناسب أو سلوك غير مقبول. The newspaper الجريدة published an space criticizing the government's economic policy. طبعا هنا the newspaper الجريدة published نشرت an editorial يعني افتتاحية عن الحكومة. طبعا هنا editorial يعني افتتاحية أو سياسة الدولة الاقتصادية. We are trying to gather space from students on our courses. طبعا هنا we are trying to gather احنا عايزين ننضم from students للطلبة on our course. طبعا هنا feedback we are trying to gather feedback يعني ننضم ايه تغذية راجعة كده للطلبة. Marriage اللي هو الزواج space being a patient and making compromises. طبعا وعود. طبعا هنا marriage الزواج ده involves بيتضمن كونك صبور و making compromises
compromises يعني وعود. The space manager will interview candidate first. طبعا المدير الجديد. The human resources managers. The human resources managers يعني مدير الموارد المائية الموارد البشرية. والانترفيو هيجري حوار مع المرشحين أولا. In court في المحكمة he denied all the space طبعا هنا all the charges كل الاتهامات. And claimed وادعى that he was innocent إن هو بريء. They will also wear tiny sensors to measure their movements through the day. The antonym of tiny يعني عكس tiny عكس ضئيل أو صغير. عكسها إيه؟ طبعا tiny ضئيل. عكسها colossal يعني هائل أو enormous. أنا عندي هنا colossal. It's a good idea. دي فكرة جيدة. But it will be a difficult thing to implement. ولكن صعبة للتطبيق. Implement has the meaning of carry on. طبعا carry on يعني يستمر. ولا carry out يعني ينفذ. طبعا هنا carry out. يبقى carry on يستمر. Carry out يعني ينفذ. بتسوي implement يعني يطبق. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الفوكاب. وانتظرونا مع جزء الجرامر. والسلام عليكم.